برازيلي يعيش برأس مقلوب كلاديو دي إلوفيرا. برازيلي عمره 40 عاما، ولد برأس مقلوب وبرجلين مشوهتين. هذه الإعاقة لم تمنعه من أن يعيش حياته كأي شاب في سنه، فهو يستطيع استخدام ذراعيه ويديه، فهذا الرجل كاد أن يكون ميتا بسبب نصائح الأطباء العاجزين عن أداء خدمتهم والقيام بدورهم كأطباء. فقد نصح الأطباء والدته عند ولادته أن تتوقف عن إطعامه لاعتقادهم أنه لا يملك فرصة للبقاء على قيد الحياة. ولكن مهما كانت الإعاقة لدى الطفل، فالأم رحيمة بطفلها. مرت الأيام والشهور والسنين، وكبر كلاديو وتمكن من تخطي إعاقته الشديدة، وتعلم وأكمل تعليمه حتى تخرج من الجامعة واختص بمجال المحاسبة. ويقول كلاديو أنه أحب العمل من صغره ولم يكن يعتمد على الآخرين، فقد تعلم تشغيل التلفاز وحمل الهاتف وتشغيل الإنترنت. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. دمتم بود أحبائي، والسلام عليكم. خبير الفوتوشوب يحول صوره إلى أعمال تذهل العقول. الكثير من المصورين يستخدمون الفوتوشوب لإدخال عناصر جديدة إلى الصور فقط، لكن ليس كل الفريق.